هذا المعرض الثاني للخدمة الوطنية. الحمد لله المعرض الأول كان ناجح وهذا المعرض الثاني. نحن من خلال المعرض نحاول نساعد مجندين الخدمة الوطنية في توفير لهم الوظائف أو المنح الدراسية. نحن نحاول بطريقة أو بآخر نسهل عملية توظيف المجندين بغض النظر شو نوع الوظيفة أو شو يساعدهم فيه، ولكن نحن نسهل لهم آلية عمل كيف حصول على الوظيفة، كيف من سهل أن يحصل على هذه الوظيفة. نحن نجمع كل المؤسسات الحكومية أو الخاصة في مكان واحد لهم، فبنسهل كثير للمجندين، نعطيه أكثر عن خيار، خيارات تكون مفتوحة له في اختيار وظيفته. فهذه للمجند مهمة بالنسبة لنا، وهذه واحدة من الأهداف الرئيسية للخدمة الوطنية. الجامعة زايد تشارك العام الثاني على التوالي في معرض الخدمة الوطنية. طبعا احنا مشاركتنا للتواصل مع طلبتنا اللي هم يعني الان حاليا في فترة خدمة وطنية، واتوقع منهم يعودون مرة ثانية للدراسة في الجامعة. التنظيم جميل جدا، الشركات المشاركة عاملة جهد كبير في إظهار يعني مختلف الفرص المتاحة لديها. العام الماضي طبعا كانت يعني أول دفعة التحقت في الجامعة بعد يعني قضاء فترة الخدمة الوطنية. طلبة يعني عموما هم يعني منضبطين، بس كان طبعا في بعد الخدمة الوطنية كانوا منضبطين بشكل أكبر، وكانوا يعني متابعين طبعا كل الأمور، ولهم لديهم وعي أكبر صراحة بمسؤولياتهم يعني سواء في المجتمع أو مسؤولياتهم الوطنية. فيعني نرى أن طبعا الخدمة الوطنية لها دور إيجابي في ذلك. المعرض هذا مفيد لنا، لأن مثل ما تعرفون عندنا كل الجامعات تقبل الطلبة بعد الثانوية. الطلبة هذين ما جوا في الجامعة، ما حضروا الجامعة، فمن المهم أن نكون إحنا نأتي لهم، يعني نكون قريبين منهم ونعرفهم على برامج الجامعة ونعرفهم على الفرص المتاحة، بحيث أنهم يساعدهم في اتخاذ قرارهم بعد انتهاء الخدمة الوطنية. الهدف من وراء المشاركة هذه أن احنا نستقطب طلاب بمختلف المستويات العلمية يكملون في مجالين. إذا كان فوق الثانوية عنده مجال أن يكمل دراسته في معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني وفروعه اللي منتشرة في الإمارات. لأقل من الثانوية العامة أيضا عنده مجال أن يكمل دراسته في التعليم الفني والمهني في مركز التطوير والتعليم المهني. المشاركات النوعية اللي موجودة في هالسنة أيضا مميزة. احنا هدفنا الرئيسي مو بتوظيفهم كوظائف عامة، أن نحن توظيفهم نحن يكونون من ضمن طلبتنا في المسارين ما دون الثانوي وبعد الثانوي. نحن السنة شاركنا في معرض القوات المسلحة الخدمة الوطنية لدعم شباب الخدمة الوطنية وخريجين الخدمة الوطنية، لأن نحن مؤمنين أن أي حد يتخرج من القوات المسلحة ممكن يضيف إضافة جميلة للبنك وأي مؤسسة ممكن يداوم فيها. اليوم نحن مشاركين ب 35 شاغر في إمارة أبو ظبي فقط اللي هم في الست أفرع، وعندنا طبعا شواغر في كل الدولة بعد، لأن احنا نعتبر من أكبر البنوك الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندنا أكثر من 110 فروع. التنظيم رائع، المكان يعني مميز، الإقبال كان جيد، المتقدمين كلهم جايين وحابين يحصلون على شواغر، وهذا الشيء اللي احنا نطمح له. احنا نشوف ان هاي مبادرة جدا طيبة من القوات المسلحة، ان هي تكمل المشوار مع خريجي الخدمة الوطنية. احنا اخذناكم من المدارس او من الجامعات او حتى من السوسايتي نفسه، ونشوف ان بالعكس ان هاي مبادرة جدا ممتازة، ان احنا نحصل على الطالب او الباحث عن العمل من خلال القوات المسلحة. الحمد لله شفنا في إقبال من المنتسبين للانضمام للقوات المسلحة، وخاصة مثلا على ستاندنا احنا، فقمنا بتسجيل أعداد كبيرة يعني واستقطبنا أعداد كبيرة خلال الفترة هاي. والله أنا من وجهة نظري يعني إقامة مثل هذه المعارض ذات أهمية كبيرة، يعني لأن
خريجين الخدمة الوطنية لهم الأولوية من أنهم يحصلون وظائف على الخدمات والمجهود الطيب اللي يقدمونه تجاه الوطنهم الغالي. فأتمنى أن تكون هذه المعارض مستمرة وأن تكون مشاركات الشركات أكبر، على أساس أن منتسبين الخدمة الوطنية تكون لهم عدة خيارات لاختيار المكان المناسب لهم على حسب توجههم، على حسب قدراتهم الفكرية وقدراتهم البدنية وعلى حسب تطلعاتهم هم للمستقبل يعني. جينا نحن نستقطب الشباب اللي هم في الخدمة الوطنية، وإن شاء الله نسقل مهاراتهم ونطلع منهم إن شاء الله جيل صاعد. تنظيم والله جميل جدا يعني، مكان راقي، مكان فيه ترتيب، الدولة مهتمة كثير بهذه الأشياء والفعاليات. المعرض هذا يختص بالشباب، كيف أن نحن يعني الشباب لهم طبعا طموحات ولهم يريدون ينجحون في حياتهم في المستقبل، نحن نجيبهم نسقل مهاراتهم ونخليهم يكونون يقدرون كيف أنهم يديرون إدارة ناجحة ويفيدون المستقبل إن شاء الله، يفيدون دولة الإمارات. مشاركتنا العام هذا في وظائف خدمة العملاء والصرافين في جميع فرع الدولة موجودة لدينا، وإن شاء الله نأمل أن نحصل المبتغانا في هذا المعرض. سابقا اللي جونا قبل التسجيل طبعا كان نوعا ما مش ما فيهم جدية في العمل، لكن بعد التجنيد سبحان الله حسنا في فرق بينهم، لأن في مكان واحد نستقطب ناس من جميع إمارات الدولة، فمكان محصور وكل يقدم في جهات متعددة، فعندهم الحرية المطلقة بأن يختارون اللي يبغونه.